السلام عليكم ورحمة الله وآبائنا وأمهاتنا. كلمات بحب نسمعها منكم وخدينا وخياء وبتقربنا منكم جدا. أول كلمة أنا بحبك جدا، الكلمة دي بتخلي قلبنا فرحان أوي، بتخلينا نعرف في أنفسنا ونطمئن. تاني كلمة أنت أهم حد في حياتي، بتحسسنا بالأمان، بنقرب منكم أوي. تالت كلمة أنا واثق فيك جدا، مش هقول لكم بقى الكلمة دي بتفرحنا قد إيه. رابع كلمة أنت ولد عبقري، دي بتحسسني بالتقدير. خامس كلمة أنت أهم نعمة ربنا أنعم علينا فيها، الكلمة دي بتحسسنا بكلنا عندكم. سادس كلمة لما بتضحك بحس بالدنيا كلها بتضحك وبتنور، كلمة بتنور وشك وقلوبي وعقولي وبترفع معنوياتي. سابع كلمة أنا دايما بفتخر بيك، الكلمة دي تحسسنا بالتقبل والاحترام، إن حياتنا لها معنى. يا بابا يا ماما بحبكم أوي.